والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. صدق الله العلي العظيم. جميع الأديان السماوية أجمعت على وجود حياة بعد الموت، يحاسب بها الإنسان على أعماله في هذه الحياة الدنيا. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا في الواقع إحساس فطري عند الإنسان، أكدته الآيات القرآنية باعتباره أصل من أصول الدين والعقيدة الإسلامية، وهو أصل المعاد. القرآن الكريم امتاز عن باقي الكتب السماوية لأنه أشار إلى يوم القيامة بشكل مفصل، ومن ذلك أنه ذكر ليوم القيامة أسماء عديدة، منها الواقعة، الحاقة، القارعة، يوم الفصل، يوم التغابن، ومنها ما أشارت إليه هذه الآية: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. هذه الآية تذكر الإنسان بأمرين: أولا قرب وقوع ذلك اليوم الذي يجمع الله تعالى فيه الخلائق للحساب، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ثانيا الآية عبرت بلفظة أكاد أخفيها للمبالغة في شدة الإخفاء، لأن علم الساعة من مختصات علم الله تعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والحكمة من وراء ذلك هو أن يكون الإنسان على حذر مستمر، لأن أمامه عقبات وأهوال، كما تشير الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى
ولكن عذاب الله شديد. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: وذلك يوم يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين لنقاش الحساب، خضوعا قياما قد ألجمهم العرق ورجفت بهم الأرض. فأحسنهم حالا من وجد لقدميه موضعا ولنفسه متسعا. فالإنسان المؤمن يجب أن يتزود من العمل الصالح، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أحد الشعراء يصور هذا المعنى بقوله: كأنك لم تسمع بأخبار من مضى، ولم تر بالباقين ما فعل الدهر، فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم عفاها فحال الريح بعدك والقطر. وهل أبصرت عيناك حيا بمنزل على الدهر إلا بالعراء له قبر؟ فلا تحسبن الوفر مالا جمعته، ولكن ما قدمت من صالح وفر. مضى جامع الأموال لم يتزودوا سوى الفقر، يا بؤسى لمن زاده الفقر. بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء، وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر. فصبرا على الأيام حتى تجوزها، فعما قليل بعدها يحمد الصبر. وقال شاعر آخر: فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل. فلن يصحب الإنسان من بعد موته ومن قبله إلا الذي كان يعمل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله، يبيت قليلا بينهم ثم يرحل. ويروى أن أحد الملوك لبس يوما أفخر ثيابه وتعطر بأحسن عطر، ونظر إلى المرآة فأعجبته نفسه، فقال: من مثلي وأنا الملك الشاب؟ وفي الأثناء جاءت إحدى جواريه فقال لها: كيف ترين سيدك؟ قالت: أراه بأحسن حال لولا قول الشاعر. قال: وما قال الشاعر؟ فقالت: أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان. ليس فيما بدا لنا منك عيب عابه الناس غير أنك فان. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الإمام علي عليه السلام يقول: ألا وإن الدنيا قد أدبرت، وإن الآخرة قد أقبلت، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل ولد سيلحق بأمه يوم القيامة. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. لهذا ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى يرسل ملكا ينزل في كل ليلة ينادي: يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا، ويا أبناء الثلاثين لا تغرنكم الحياة الدنيا، ويا أبناء الأربعين ما أعددتم للقاء ربكم، ويا أبناء الخمسين أداكم النذير، ويا أبناء الستين زرع آن حصاده، ويا أبناء السبعين نودي لكم فأجيبوا، ويا أبناء الثمانين أتتكم الساعة وأنتم غافلون، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من القرآن الكريم وتجيد حفظ الآيات التي ورد فيها اسم تلك السورة،
وتحفظ خطبة سيدة فاطمة عليها السلام سيدة زينب عليها السلام وقصائد شعرية عديدة في مدح آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فنبقى معها ومع الأستاذ الوالد الشيخ حسن المنصوري الذي أولى اهتمامه وعنايته بهذه الحضور الصالحة وهيأ لهم الأرض القصبة ليكونوا أمناء في المجتمع أمام الله سبحانه وتعالى. أترك الكلام له. صلوا على محمد. هذه الأمسية القرآنية والتي تتضمن الأسئلة في حفظ القرآن وفي مواضيع القرآن وتتضمن كذلك الاستماع إلى بعض خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة. وقبل أن نبدأ بتوجيه فقرة الأسئلة نستمع إلى مقطع من خطبة السيدة زهراء للحافظة على محمد وآل محمد. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. سليمان والمني وهم لا يشعرون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الآن نختم هذه الوصية بالاستماع إلى أبيات حول أن